لهذه الوصفة نحتاج 5 حبات بيض، إذا كان يعني الكاطو نديروها يعني متوسطة، 8 غرامات تاع خميرة كيميائية لاليفر كيميك، 3 مغارف تاع نوا كوكو، نص كاس تاع السكر، زبدة حوالي 60 غرام، الفانيلا والفارينة على حساب لاباط تاعنا، لازم تجيكم من كريم. نخلط الصفار مع البياض باش كيف كيف، نرمي عليهم السكر ونخلط مليح. ندير هذيك نواط كوكو كما قلت لكم حوالي 3 مغارف تاع الماكله، نخلط مليح. نزيد القليل تاع الفاني، نخلط ونزيد الزبدة مندوبهاش، هكدا نقعد نخلط حتى نخلط مليح. ندير لاليفيو شيميك هكدا ماشي بزاف، نخلطها هاكا تشوفو الزبدة راهي تبان طيفات صغار كشو متوسطش مليح، كي نديرها الفارينة متوليش تبان تتخلط مليح. خلاص ندير شويه تاع الفرينه، ندير هكذا بشويه بشويه، راك تشوف العجينه كيفاش جات، نفهم تانا شويه كيفاش جات، كي تولي هكذا خلاص. اللي حاب يخلطها بالخلاط الكهربائي يخلطها يعني باش يشرحو. نجيبو مول هكدايا كيما هكذا، هذا ندهنوه كامل، ندهنوه بالزبده ونديرو لاباط تاعنا لداخل، نديروها في الكوشه طيب كي طيب نخرجوها. هاديك شربت كامل سيغو هذاك تاع الفريزه، نزوقوها بلا كريم او بيغ هكذا ثاني. راني كملت التزيين تاع خبزة الكاطو، دوك نديرها في الثلاجة حوالي ساعتين وتكون جاهزة للاستهلاك. الحلوة تاعنا راهي جاهزة، نتمنى لكم النجاح في إعداد هذه الحلوة هذه، وإلى اللقاء.